اللي معانا اللي بعد كده معانا ايه ونرجع لحضرتك. اللي هو هاشتاج ابو تريكه يرجع كاس العالم، يرجع منين؟ انا ده السؤال، يعني اللي طلع الهاشتاج يرجع منين؟ يرجع من هو قاعد في احدى القنوات القطريه بيحلل كوره؟ بالمناسبه انا ما عنديش اي مشاكل تجاه ابو تريكه، عارفه ان هو ليه شعبيه والراجل لعب في منتخب مصر ودخل معانا بطوله افريقيا، كاس افريقيا، وحقق معانا بطولات وتمام والحياه جميله جدا. واحد بقاله 3 سنين ما بيلعبش، قاعد في استوديوهات قناه قطريه بيحلل كوره. اجي اقول له ايه؟ اتفضل على طبق من ذهب، خد العب في كاس العالم وخد مجهود كل الناس دي. بالمناسبه هو ذات نفسه رد قال كده، ده ما كانش ردنا. هو دخل قال ده مش مجهودنا، ده مجهود ناس، ويا جماعه اللي انتوا الناس بتقولوا ده مخالف للواقع. كتب تويته رد فيها قال الكلام ده، انتوا بتقولوا ده مخالف للواقع خالص. هو انا شايفه ان ابو تريكه احترم نفسه لما رد الرد ده. ليه؟ لان هو عارف ان ده مش مجهود. انا بتكلم على الناس بقى اللي كانت بتنشر الهاشتاج. ازاي بنقبل على نفسنا ان احنا نقول لواحد تعالى خد مجهود كل الناس اللي تعبت دي، وبنجيبه عشان عمل ايه؟ عشان قدم ايه؟ طب ما هو كان موجود قبل كده ومصر ما طلعتش كاس العالم على ايديه ولا حاجه. يعني مش طلعنا مثلا كاس العالم واخدنا لنا ماتشين ثلاثه فنقول لا، اصل احنا بنتباشر بيه. وحتى لو بنتباشر بيه هرجعه واحد بقاله 3 سنين قاعد على كاونتر زي كده. ايه علاقته بالكوره؟ ايه علاقته بالملعب؟ ولا ليه علاقه بالكوره ولا ليه علاقه بالملعب. اللي هو يعمل ايه؟ يحضر المباراه، خدوه في ايديك ويحضر المباراه، مفيش اي مشاكل. يروح يشتري تذكره ويحضر المباراه، او الناس اللي عايزاه تطلعه على حسابها، مفيش اي مشكله خالص. ما دي اسباب الكوارث في الرياضه. اللي ما يعرفش حاجه في الرياضه بيتكلم عليها وفي الاخر يلومونا احنا، يقول لك اللعيبه بتبطل وبتطلع على الشاشات. بنقول لكم اللي انتم ما تعرفوهوش، بنقول لكم كره القدم مش شغل اكاديمي. كره القدم دي لعبه بيحبها الملايين، فلما يطلع ولادها اللي رفعوا فيها بطولات حدث ولا حرج، واسرنا كلنا، اسرنا كلنا بتحترمنا لتاريخنا، والناس بتقابلنا وبيستضيفونا في كل حته ويقول لك البطولات والتاريخ، سايبين تاريخ محترم مع الناس كلها. وهنا هتكلم على فكره الجمله اللي بتتقال، هو اي حد يطلع مش عارف ايه يتكلم في الاعلام، انتوا عايزين النوعيه دي هي وغيرها وغيرها، اي كلام. طبعا هرد، هرد لان اتعلمت لم في عيش وملح، في زميل قعدنا مع بعض اكتر ما قعدنا في بيوتنا. هتكلم ماليش دعوه بالسياسه، في انتماءات كل واحد حر وكل واحد يتحاسب في انتمائه، ده ماليش دعوه. أنا بتكلم على 10 سنين وسفر وبطولات وفرحة مصر. مش هنسى أبو تريكة وهو بيحط ببطن رجليه في مباراة الكاميرون 2008 وشعب مصر بالكامل نزر يفرح في وقت كانت صعبة في 2008. مش هتكلم على أبو تريكة في كأس العالم للأندية وهو بيفرح الأهلاوية. مش هتكلم على أبو تريكة في مباراة جنوب أفريقيا وهو بيختم حياته وسط جمهوره وبيجيب هدف النهاية السعيدة. مش هتكلم على أبو تريكة في مباراة النجم الساحلي، ومش هتكلم على أبو تريكة في مباراة الصفاقس، ومش هتكلم على أبو تريكة. أنا تعبت، تعبت في مصر هنا ساعات بنعمل نجوم من ورق عشان كورة قلشة منه تعمل حاجة. والله لا، أنا عشان محدش يفكر أنا بقول حاجة، أنا بتكلم بشكل عام، كلام مسترسل. فتخيلوا أبو تريكة اللي انتوا سمعتوه من شوية، واحد قاعد على ديسك، فين الوفاء؟ هل التاريخ اللي انا حكيته اللي جزء منه قد كده؟ التاريخ الكبير، ابو تريكه لاعب ذو قيمه اخلاقيه وليه جماهيريه وليه شعبيه والجميع بيحترمه، حتى على مستوى العالم تلاقيه في الايفنتات الكبيره قوي بتلاقيه هو موجود. فلما نيجي نتكلم على ابو تريكه العالمي برضه كمان، دي نقطه. النقطه الثانيه، أنا بعيد عن القصة اللي البعض بياخدنا فيها سياسة وانتماءات، الكل يتحاسب، مفيش حد فوق القانون. وأنا بكرر تاني، أنا ليا أي زميل وبحبه وفي عشرة ما بيننا، لكن على الشاشة هنا وغلط في جماهير عايزة تحترمني وعايزة تقدرني وعايزة تقول هي كلمة الحق بتتقال في البرنامج ده.
فأنا بتكلم على لحظة وفاء، بتكلم على نحافظ على أسماء رنانة، بتكلم على رموز حققت في الكورة. أي شاب يحلم يحلم، أي لاعب في مصر النهاردة بيحلم باللي الراجل ده عمله في الكورة. فجأة كده قاعد على ديسك، فجأة كده أي حد نشوف له تذكرة يصفره. طب ما تيجي نناقش الموضوع بموضوعية وتعالوا نفكر مع بعض. واحد قاعد بياكل شوية فستق في التكييف، قاعد على السوشيال ميديا عامل نفسه كابو، ما هي الفكرة ابتدت كده، وراح جاي كتب يتحمل مسؤولية أبو تريكة وكتب يلا جماعة نعمل هاشتاج، اللي عمل الهاشتاج ده أبو تريكة في عايزينه يلعب كأس العالم أو تكريم ليه. واحد بيحبه قال كده، نروح طالعين بقى في الإعلام نبتدي نناقش الموضوع كأن أبو تريكة هو اللي صرح. واحد محب عمل كده، نحط الموضوع في المربع بتاعه، أبو تريكة ماله وقال حاجة، فيطلع الإعلام يهاجم أبو تريكة، يشتم أبو تريكة، ويروح وداخل بقى على أبو تريكة، يروح واخد حسام غالي معاه في الطريق، وشوية يروح واخد اتنين تلاتة كمان، وانتوا هتقعدوا تسرقوا مجهود لاعبتكم، ابتدي نناقش الموضوع ومفيش موضوع. يروح أبو تريكة يضطر اللي هو ينزل تويتة اللي أنا لا أنا ما طلبتش كده، وما باخدش مجهود حد، وده مجهود الناس، ونبتدي بالعقلية اللي إحنا عايشين فيها. اكذب الكذبة وتقعد تحارب عشان تكذبها وهي من الاساس مفيش حاجه، زي ما بيعملوا معانا هنا بالظبط. الحق شتم الرموز، شتم بهاجم الكابتن محمود الخطيب، الحق مش يا عم احنا ما تطلعوا فيديو. نفس الفكره بالظبط. فخلينا نختصر في مربع بسيط، حضرتك خلي عندك بعد نظر. ابو تريكه رجع السنه الجايه، الاسبوع اللي جاي، الشهر اللي جاي، الشهرين اللي جايين، وطلع مفيش حاجه، لان احنا بنحترم القانون ولا ايه؟ ولا بنحترمه على الكيف؟ ساعتها حضرتك هتقولي ايه؟ هتقولي ان ابو تريكه نجم النجوم، احنا براءه، الناس براءت كل حاجه والناس زي الفل، وساعتها حضرتك هتشوفيه. وانا واثق من غير كده لو قابلتيه في اي حته وعندك بنت او ولد هتجري وراه وتتصوري معاه. عارفه ليه؟ عشان هو محترم، ادى مصر كتير، فرح الشعب المصري، رفع علم بلده، ورفع علم النادي الاهلي، وشرفنا. وانا بقول دايما في الكلام ده لما بشوفه بحزن، بحزن، لان لازم نختلف مع اشخاص ونتفق مع اشخاص، لكن لازم يبقى عندنا نقطه مهمه، بلاش اساءه، ونحافظ على الحاجه الكويسه اللي اتعملت، ونرجع للي اتربينا عليه كلنا. ده في اي محفل بره بيقول للمصري محمد ابو تريكه، المصري محمد ابو تريكه. فمن هنا نحافظ على بعض، وما ننساش البطولات اللي اتحققت والانجازات اللي اتحققت. وابو تريكه اللي انت ما تعرفوش، انا اقول لحضرتك ما بياخدش مجهود حد، مش زي ما هو قال، عشان عمل حاجات كتير قوي. أنا مش بصدد اللي أتكلم عنها عشان برنامج، لكن عندي زمايلي كتير بيرصدوها لحضراتكم. نحافظ على الأخلاقيات، ونحافظ على الاحترام، ونحافظ على النجوم اللي هي عملت مجهود من عرقها وشقاها، وتحدد كل حاجة عشان ترفع اسم الأهلي ومنتخب مصر. هسألك بعض الأسئلة. كنت فين لما أبو تريكة جاب الجون في مباراة القطن في مباراة الكاميرون في نهائي أفريقيا؟ كنت فين في مباراة الصفاقس؟ كنت ماسكة وهو بيشوط آخر ضربة جزاء في 2006؟ كنت حضرتك في الاستاد؟ كنت ماسكة علم مصر؟ بس ساعتها كنت بتتكلمي على أبو تريكة كويس، وكنت بتقولي ربنا يخليك لينا فرحتنا، وكنت بتقولي له أنت شهم ووطني وجدع. ده كان مهم جدا نوضح الصورة، مش هقول أكتر من كده، بس سيبوا الرياضة بدل ما بنشوف حد بيرقص بطريقه غريبه زي ما عرضنا الاسلوب اللي فات، حاجه ملهاش علاقه بالكوره، حتى لو الفرحه الفرحه توديني اللي انا اعمل كده. ونشوف ناس بتعلق علينا تقول لك دول بيبطلوا كوره، بطلع اكلمك في الكوره في الفنيات، بطلع اقول لك يعني ايه 4-3-2-1، بطلع اقول لك يعني ايه حقوق النادي، بطلع اقول لك يعني ايه ثوابت النادي، بطلع اقول لك كلمه مختارك والكلام الاونطه، بطلع اقول لك حاجات كتير، بطلع اقول لك اللي احنا اتعلمناه، اللي احنا اتعلمناه.